بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية الحقيقة المشهد اللي أنا شايفه دلوقتي مشهد المفروض لو احنا نقلناه كده للناس كلها وللعالم كله يعرفوا مدى قيمة وعظمة النادي الأهلي، قيمة وعظمة النادي الأهلي في حضراتكم وفي تاريخه وفي مبادئه وفي تمسك مبادئ وقيم وتاريخ. ده هي دي عظمة النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله هتستمر وهتستمر إن شاء الله لنهاية العالم بإذن الله. ولكن في بداية مش هقدر إن أنا أبدا أنسى وأحب إن أنا أتقدم بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية الحقيقة ما جاتش فرصة، إحنا أول مرة نتكلم، إحنا مش من النوع اللي بيطلع في الإعلام كتير. النادي الأهلي وقياداته مش من النوع اللي تطلع كل يوم في الإعلام، ده مش النادي الأهلي. النادي الأهلي مختلف، ولازم تفهموا الكلام ده كويس. علشان كده حدث زي اللي إحنا فيه النهاردة ممكن يغطي حاجات كتير وممكن يرد على حاجات كتير. أتمنى إن حضراتكم تستوعبوا هذا الكلام وتسامحونا إذا إحنا يعني طولنا شوية في الكلام. أرجو إنكم تسامحونا في هذا، لكن ده لقاء وأول لقاء يكون بحضراتكم. عشان كده أنا برجع تاني لأعضاء الجمعية العمومية، الناس اللي تعبت والناس اللي كان عندها إصرار وتحدي إنها تحضر وتعمل أكبر جمعية عمومية في تاريخ النادي الأهلي، الناس الكبار في السن والأطفال الصغيرين وناس شايلين أطفالهم على كتافهم علشان يجوا يحطوا صوتهم لمجموعة يكونوا هم يعني واثقين فيهم أو عندهم ثقة فيهم. الناس دي اللي تحملت مشاق العذاب، وأنا بقول كده عذاب، اللي اتحصل في تنظيم هذا اليوم. الحقيقة تنظيم كان يعني الحقيقة أضر كتير جدا جدا بالناس ومصالح الناس، وإن احنا نسهل على الناس كان ممكن يكون تنظيم أفضل من كده، إن أبواب كلها تفتح، مساحات كبيرة، سهولة وخروج العضو العامل اللي هو صاحب النادي. العضو العامل الأهلي، مين صاحب النادي الأهلي ده؟ ما هي جماهيره وأعضاؤه ورجاله، غير بقى قرار مجلس إدارة ده لسه هتكلم عليه. فاليوم ده من التعب اللي أنا الحقيقة شفته في يوم الانتخابات وأنا واقف في الخيمة، والله العظيم ثلاثة أنا جات لي وقت حسيت إن أنا مكسوف، إن أنا تعبت الناس، أنا والمجموعة بتاعتنا تعبناهم بهذا الشكل. عندي من جوايا حاجة مضايقاني جدا، إزاي الناس متحملة كده؟ يا جماعة هو ده الأهلي، الناس اتحملت والناس جت والناس لازم كل واحد يمكن عايز لقى اللحظة المهمة جدا يقول صوته في رسم مستقبل ناديه ويشارك في رسم مستقبل ناديه. هو ده عظمة النادي الأهلي بكل رجاله وبكل أعضائه وبكل جماهيره من أول يوم 1907 حتى النهاردة اللي أنا المشهد اللي أنا شايفه ده. عشان كده أنا بشكرهم جدا وأتمنى بإذن الله إن احنا نكون عند حسن الظن إن شاء الله. كمان أعضاء مجلس الإدارة اللي هم يعني الحقيقة ادتونا يعني ثقتكم. عايز أقول حاجة مهمة. أعضاء مجلس الإدارة الحمد لله رب العالمين، إدارة مختلفة، إدارة محترفة، كل واحد فيهم نسي نفسه ونفسي ذاته علشان خاطر النادي الأهلي. كل واحد فيهم على مصلحة النادي الأهلي عن أي حاجة شخصية تخصه هو. هو ده اللي احنا تعلمناه وتربينا فيه عن النادي الأهلي. محدش فيهم من يوميها شفتوه في الجرايد ولا مجلات ولا مفيش. في عندنا متحدث رسمي، في عندنا متحدث رسمي باسم النادي اللي هو يعني كل واحد حسب منصبه، في متحدث رسمي باسم الكورة مدير الكورة، في متحدث رسمي باسم النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر اللي هو النشاط الرياضي. موضوع بسيط، يخش عضو مجلس إدارة في وضع معين نكون كلنا احنا كأعضاء متفقين عليه، هيطلع عشان يبلغ رسالة معينة تكون خارج اختصاصات اللي أنا قلته. هذا ده النجاح. أولا عقول كلها زي ما انتم شايفين شباب، كل واحد عنده رؤية، كل واحد عنده أمل إنه يعمل حاجة كبيرة جدا لكن في إطار المجموعة. عشان كده احنا بنشكرهم، أنا شخصيا بشكرهم جدا. ولسه هقول لحضراتكم عملوا إيه في برنامج الأهلي، الناس دي كلها عملت إيه، فأنا بشكرهم جدا مرة تانية.